السلام عليكم بعدا. سي فري هذا الماتش هذا فكرني في الشام، كانت اجواء خياليه، عارفين في كازا كيكون جمهور كبير، اجواء رائعه وسط المنتخب. لعبنا الماتش الاول نقولوا ساعه ماتش غاطي، عرفنا ما كناش مزيانين، حنا واعيين بهذا الشيء هذا، وعارفين ان مسؤوليه كبيره اننا نفرحوا الشعب المغربي. و بيرسونيلمون بيان سور كسان ريف دونفون، كيما قال المدرب اللاعب لما لعبش تشامبيونز ليغ وما لعبش كوب دي موند ما نقولش كارير غاتي، ولكن كيكون ضيع شي حاجه في الكارير ديالو. دونك غدا غنعطيو كل شيء باش نفرحوا الشعب المغربي. شكرا نايف.